بنتي وراحت ماسكه رقبه بنتها. اللي كبر في بطنك ده امشي واعرفي لما اغسل لما اعجن. تعالي ساعديني في المطبخ. اهلا بكم، اهلا بكل مشاهدي قناه ساعه مع حنفي، قناه مخصصه بالكامل لعالم الجريمه، لكن بنقدم النصيحه بنقدم الحكمه، واهم شيء نتعلم من اخطاء غيرنا. قبل ما اتكلم عن الجريمه البشعه اللي قامت بها ام مع مين؟ مع اقرب الناس ليها، بنتها فلزت كبدها. مفيش اغلى من الاولاد عند كل اب وكل ام. لكن قبل ما نتكلم هي ازاي الام قتلت البنت، وليه اصلا قتلتها، وليه اصلا اصدرت هذا الحكم القاسي، وازاي طوعتها ايديها، وازاي طوعتها نفسها ان هي تقوم وتقتل اقرب الناس ليها بنتها. قبل ما اتكلم في هذا الموضوع بدعوكم للاشتراك في القناه، تفعيل الجرس ليصلكم الاشعار وقت اذاعه الحلقه. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان كل ام وكل اب فاكرين ان كل دورهم في الحياه الاب يوفر لامه العيش ومصاريف البيت، والام تطبخ وتغسل وتنظف وتوكل وتحمي وتدفي وخلص الموضوع على كده. ابدا، مش هي دي واجبات الاب ولا هي دي واجبات الام. صحيح الاب يجب عليه ان هو يوفر لقمه العيش، وهو يوفر فعلا الفلوس لمصاريف بيته من مأكل ومشرب ومطعم وخلافه، ماشي ما قلناش حاجه، لكن ليه دور تاني، دور قيادي في البيت، دور ربان السفينه اللي هو القائد اللي لازم يبقى عارف كل الامور اللي بتجرى في بيته، ما يكونش اخر من يعلم. المفروض يبقى قاعد في البيت وهو عارف ان فلانه بنته بتعمل ايه وابنه بيعمل ايه، ان بنته اصلا بتكلم مين وما بتكلمش مين، والمفروض اللي بيعرفه ده كله زوجته، هي ام الاولاد. شيء طبيعي، هو ده دورها انها تسمع من الاولاد وتحتويهم وتعرف اسرارهم، في نفس الوقت تخلي السر كبير، بس تعرف اقرب الناس ليها جوزها، تقول له بنتك على فكره حكيت لي كذا وكذا وكذا، انا بقول لك عشان تشترك معايا ونشوف هنعمل ايه، وابنك على فكره ده بيشرب سجاير وانا شفته وكذا وكذا، بس اوعى تقول له انا شفته، لازم نتكلم ونعامله بذكاء، وازاي نقدر هو اي ام واي اب المفروض هو التفكير المنطقي اللي يعملوه مع اولادهم. لو بنتها لها علاقه بشاب تيجي تحكي لامها، على فكره يا امي اتعرفت على شاب وبيقول لي كذا وبيبعت لي في التليفون ومش عارف اعمل ايه معاه، الام تقول لها يا بنتي خلي بالك ابوكي لو عرف ده شرف وعرض وسمعتك، الناس لو عرفوا ان انت يا حبيبتي هتمشي مع الشاب او ليكي في الكلام ده سوقك هيقفل، مفيش حد يرضى يتجوزك، وابوك هيبقى عينه في الارض، واخواتك مش هيقدروا يتكلموا، والناس هتعايرهم بيك. اوعى تحطي راس ابوك واخواتك في الطين، خليكي دايما البنت المؤدبه. الشباب لما بيجي يتجوزوا بيمشوا مع بنات الارض، لكن يوم ما يحب يتجوزوا بيجوا للبنت اللي ما مشيتش معاهم. هو ده المفترض ان البنت تحكي، والام تحكي لها على فكره ابوك زعلني وانا قبل ما اتجوز كنت بعمل كذا وكنت بعمل كذا وكان ليه. لازم الام تكسب ثقه بنتها ليها، وعمر ما كان الضرب بيجيب نتيجه. يعني خلي ان البنت عرفت شاب وجات قالت لامها على فكره ده في شاب بيقول لي بحبك وانا قلت له بحبك، لو الام ضربتها وقالت لابوها وابوها ضربها البنت مش هتحكي لامها حاجه تاني، وهتعمل الغلط ومش هتلاقي حد يعرفها الصح من الغلط، لانها هتخاف تقول لامها، هتخاف تقول لامها لانها فقدت الثقه في امها، لان امها هتروح تقول لابوها وابوها يضربها. فالبنت تسمع من مين؟ تسمع من زميلاتها بره، تسمع من البنات الشمال بره، مش هتبتدي تسمع، مش هتلاقي حد ينصحها، مش هتلقى حد يقول لها الصح من الغلط. فقدت الام والاب مش داريان بحاجه غير بلقمه العيش، رغم ان دوره المفروض يقول لهم لمراته اخبار بناتك ايه، اخبار ولادك ايه، بنتك بتعمل ايه، بنتك ما حكتكيش حاجه. لازم يعرف مراته ان هو عايز يعرف كل حاجه في البيت علشان ما يكونش اخر من يعلم. تعالوا نشوف قصه البنت الغلبانه المسكينه اللي راحت ضحيه جهل امها وابوها. مريم، مريم عندها 20 سنه، مريم ما لقيتش لا ام ولا اب. الاب كل ما البنت تكلمه في اي حاجه يقول لها قولي لامك. الام كل ما تكلمها في حاجه تقول لها بقول لك ايه لما اطبخ، لما اغسل، لما اعجن، تعالي ساعديني في المطبخ. تقول لها يا امي طب انا عايز اتكلم معاك. يا حبيبتي مش لما افضى طيب؟ طب انت على طول يا امي مشغوله. المفروض الام تفضي كل حاجه عشان خاطر بنتها، يذهب الاكل للجحيم والتنظيف للجحيم والغسيل للجحيم، ويذهب حتى الاب للجحيم. لكن البنت لازم نسمعها، لان البنت عرضنا وشرفنا وتاج على راسنا لازم نحافظ عليه. البنت ما لقيتش لا اب ولا ام. البنت بدات علاقه مع شاب
وهي مش لاقي حد يقول لها الصح من الغلط، ابتدت تسمع لزميلاتها. ايه المشكله؟ ما انت لازم تعرفي شباب، ولازم تبقى متودكه عشان لما تتجوزي تبقى عارفه تسعد جوزك. امشي واعرفي، واهم حاجه خلي بالك من نفسك، واوعى يوصل للحته دي. اعملي اللي انت عايزاه كله، وعيشي وتفسحي وتمتعي، وخليه يصرف عليكي وروحي معاه، بس خلي بالك من نفسك. البنت ما لقتش الام، لقت زميله السوق، صديقه السوق اللي هي اصلا بيخربوا على بعضيهم. اكتر ناس بيفسدوا بعض اللي بيكونوا في سن بعض، سواء كانوا بنات او اولاد الاصحاب. البنت فعلا ما لقتش الاب والام، ابتدت بقى تتعرف على شباب، وابتدت تمشي معاهم وتركب عربيات وتروح هنا وتروح هنا، وكمان ابتدت تروح شقق وهي خايفه اهم حاجه تحافظ على غشاء بكرتها، هو ده اللي يهمها. لكن الشاب من دول بيمسك ايه، بيلعب فيه، بيعمل ايه، مش اشكال، اهم حاجه يعيش وكل دماغها عشان بكره وبعده لما اتجوز اعرف امتع جوزي. لغايه ما في يوم من الايام قدر شاب ان هو يحتويها وينسيها كل الدنيا وهي في حضنه، وبالتالي لما جرتها من ملابسها ما قدرتش تقاوم. لما ابتدى يتبادل معها نداء الجسد بالكامل ابتدت تستمتع وما ابتدتش تخاف، لغايه ما سلمت اعز ما تملك، قامت من نشوه الجنس والحب. بتقول له اعمل ايه؟ قال لها ماليش دعوه، انا ما قلتلكيش ما تخافيش على نفسك. سابها ومشي بعد ما كان بيحتويها ودوبها في صدره وفي حضنه. البنت ما لقيتش حد ينصحها تعمل ايه، قالت خلاص لعب كده ربنا ستر والحمد لله ان مش هيبقى في حاجه تاني، انا خلاص تبت ليك يا رب. لكن يا حبيبتي تبت ايه بعد ما حصل الكلام ده كله؟ البنت للاسف حظها ان حصل حمل، وابتدى الحمل يكبر في بطنها، والام والاب مش دريانين، واخر من يعلم لغايه البنت ما وصلت للشهور الاخيره، لغايه ما امها دخلت عليها تصحيها لقت بنتها بتربط على بطنها وهي نايمه، وبطنها كبيره وهي نايمه على ظهرها. الام صرخت ايه اللي في بطنك ده، ايه اللي كبر في بطنك ده؟ البنت انهارت قالت لها مش كنت بقول لك عايز احكي لك يا امي، حصل اتعرفت على شاب ونمت معاه واللي حصل حصل. الام قالت ما اقدرش اقول لابوك، لو قلت لابوك هيذبحك انت وهيذبحني. قالت لها انا تحت امرك يا امي. قالت لها في امر يا بنتي، وراحت ماسكه رقبه بنتها. ما افتكرتش غير ان لها بنت، غير لما مسكت رقبه بنتها ما رضتش تسيب رقبه بنتها غير لما طلعت روحها. هو ده التربيه؟ اخيرا فوت يا ام، اخيرا عرفت مسؤولياتك ومستلزمات بيتك، ان انت اول حد تحطيهم نمبر 1 زي محمد رمضان بيقول على نفسه نمبر 1، ان بنتك وابنك هم اهم ركيزه في البيت تخلي بالك منهم. لا اكل ولا شرب، فادك بايه الاكل دلوقتي؟ فادك ايه الشرب دلوقتي؟ فادك في ايه الغسيل دلوقتي؟ بنتك مش كانت اولى باهتمامك ورعايتك من كله ده؟ مش كنت تحتوي بنتك وتفهم منها وتسمع منها، تنصح بنتك وتعرفيها وتوديها وتبريها وتعرفيها الصح من الغلط؟ دلوقتي افتكرت ان انت ام، دلوقتي افتكرت العار والشرف وابوك وامك واخواتك، اتفكرت دلوقتي ان انت في يوم من الايام كانت بنتك بتجيلك وبتقولك عايز احكي لك، تقول لها مش فاضيه. الام موت البنت وراحوا سلموا نفسه. بعد ايه؟ بعد ما موت 2، موت جنين وموت بنتك. لكن القضاء العادل بياخد نوع من الانسانيه في المواضيع دي، بيقول ان الام فوجئت ان بنتها حامل، وده شرف وعرض، اعطاها سنه مع ايقاف التنفيذ. لكن احنا الفكره مش في السنه، الفكره مش في العقاب، الفكره ان الام قتلت بنتها. البنت قتلت، الام قتلت اعز واحن واحده عليها في البيت بنتها. الام ما فكرتش دورها ولا مسؤوليتها غير لما قتلت بنتها. والاب اخر من يعلم، والاب بيبكي وقت ما انا هعمل ايه، بوفر اكل وشرب، بطلع من الصبح برجع اخر النهار عشان اوفر لهم اللقمه. يا سيدي على عيننا وراسنا، بس ليك دور تاني، ليك دور قياده في البيت، تبقى واعي وفاهم، تقول للام انت بتسمع بتقعدي مع بنتك ولا لا؟ اقعدي مع بنتك، خليها تكلمك، خليها تحكي لك. هو ده الاب المفروض يقول كده لمراته، ما دام مراته جاهله هو يوعي مراته ويقول لها انت امها، اسمعيها، بنتك في سن خطر وبتعرف بنات، والبنات ممكن يكونوا مش كويسين مفهمينها حاجات غلط. اقعدي معاهم، اقعدي مع بنتك افهميها، واقعدي مع زمايل بناتك، زميلاتها بيتكلموا في ايه، شوفي بيلبسوا ايه، شوفي اللي عامله مكياج واللي سابه شعرها واللي حذري بنتك من البنات دي. قولها يا بنتي اهم حاجه الاخلاق والدين والحجاب او حتى الخمار. لازم تبقى البنت عارفه الحلو وعارفه الوحش وعارفه الصالح وعارفه الطالح، لان دي سمعه بنت. لكن الاب كان كل همه يشتغل الصبح وليل كتر خيره، لكن ليه دور تاني مش جمع المال بس وتوفير لامه العيش، لازم يكون له دور تاني مع اولاده، يكون محتويهم ومحتضنهم، لان النتيجه دلوقتي ايه؟ بنته اعز حاجه في حياته. مين اللي قتلها؟ امها.
عشان خاطر ايه؟ ان امها كانت مش دريانه، كانت المفروض الام تعاقب نفسها قبل ما تعاقب بنتها، قبل ما تقتل بنتها تقف قدام المرايه تقول انا السبب، انا اللي وصلت بنتي كده، بنتي ما لقيتش لا ام ولا اب، ولله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.